وأشير معاكم سكرين وأعرفكم بقى بنفسي. السكرين ظهر لكم كلكم، حد بس يأكد كده عليا. تمام، واضح. تمام. انا بتشرف النهارده ان انا معاكم. كلمي كمان. احب اعرفكم بنفسي، انا منار احمد كمال، انا طالبه بالفرقه الرابعه بكليه طب بنها، زيكم يعني في سنه رابعه. انا ريفيور في جورنال، جورنال ده اللي هو مجله يعني، ريفيور يعني مراجع، براجع الاوراق البحثيه قبل ما تتنشر، اسمه بير جورنال. الامباكت فاكتور او يعني درجه تاثيره، مثلا خلينا مبدئيا نقول درجه تاثيره 32%، موجود في داتابيس كبيره او في دار نشر كبيره زي سكوباس ووب اوف ساينس، مندلي سوفت وير ادفايسور، واكاديميكال بير ريفيور ويز بيبلونز اكاديمي، سنترفايد بير ريفيور مع السيفير ريسيرش اكاديمي. وبالنسبه للمصريه فانا ماسكه السمول وركينج جروب الخاصه بالمانيوال ريسيرش مانيوال، وبالنسبه للجنه سكورا فانا كومبريهنسيف سيكشواليتي اديوكيشن ترينر وانتي اف جي ام ناشونال ترينر برضه. النهارده ان شاء الله هنبدا ريسيرش جيرني او رحلتنا في البحث العلمي. فعشان نبدا رحلتنا في البحث العلمي هنبدا بشويه مواضيع بسيطه. زي ايه؟ زي يعني ايه ريسيرش، ايه اهميته او الفوائد بتاعته اللي هتعود علينا، الاوبورتيونيتيز او اهم اوبورتيونيتيز انا هرشحها لكم، اللي سكيلز اللي ليها علاقه بالريسيرش او انا محتاج تكون عندي عشان ابقى بعرف اشتغل ريسيرش كويس. هنتكلم برضو بقى عن شوية ديتيلز بقى، نبدأ نتعمق في الموضوع. فهنتكلم عن الريسيرش سايكل والايديا وازاي نفكر في ايديا ونطلعها، وهنتكلم عن الفرضية البحثية وازاي بقى من بعد ما تفكر في فكرتك وتعمل فرضية ازاي تكون ريسيرش كويشن وازاي تكتبه طبقا لكريتيريا معينة، وبعد كده تختبر سؤالك البحث. فمبدئيا كده نبدأ. هو يعني ايه ريسيرش؟ الريسيرش ده هو ان انا عندي سؤال، السؤال ده بحاول ادور له على اجابة نظرا لوجود مشكلة ما او ظاهرة ما بتواجه المجتمع او بتواجه العلم، فاحنا حابين نجاوب ونرد على هذه الاطروحة او هذه المشكلة بطريقة علمية. فهو systemic question، سؤال منظم بيجاوب وبيوضح وبيشرح لنا مشكلة أو ظاهرة موجودة وبيجاوب عليها بالساينتفك ميثود أو ما يعرف بالاستادي ديزاين اللي هيتشرح بكرة إن شاء الله. فبالتالي الريسيرش ما هو إلا سيستماتيك كولكشن أوف داتا، طريقة منظمة لتجميع البيانات من خلالها بنبدأ نجاوب فيها على مشكلة ما. طيب فوائد الريسيرش، فوائد الريسيرش لو أنت هتفضل قاعد في أم الدنيا فهتفيدك، ولا انت هتسافر في ام الدنيا هتفيدك لو انت مكمل جامعه، تقديراتك تساعدك انك تتعين في الصف الجامعي، فبالتالي انت هتكون محتاج جدا الريسيرش عشان خاطر الترقيات بتاعت مدرس لمدرس مساعد، استاذ استاذ مساعد والكلام ده كله. فالترقيات مهم جدا بالنسبه لها ان انت يبقى معاك اوراق بحثيه بتحضر درجه علميه زي الماجستير والدكتوراه، وكمان بتحضر بعض الخمس ست اوراق بحثيه عشان تقدر تاخد من ترقيه للترقيه، من معيد لمدرس مساعد لمدرس لاستاذ مساعد لاستاذ وهكذا. مهم ليك جدا لو برضه هتشتغل في وزاره الصحه. وزاره الصحه قبل كده في مصر كانت بتعتمد نظام الماجستير والدكتوراه في الترقيات، ولكن هي حاليا بقت بتعتمد نظام الزماله. نظام الماجستير والدكتوراه هو حاليا بيمشي على منطق ان انت لازم تكون برضو بتحضر رسالة بحثية بتاخد درجة الماجستير، درجة دي بتدرس فيها وبتمتحن فيها، ومن ضمن خطوتها خطوة تحضير رسالة، رسالة بحثية. فالرسالة البحثية دي بتكون قائمة على أسس البحث العلمي، فلازم تبقى عارف يعني ايه بحث علمي.
برنامج الزمالة هو برنامج تدريبي فقط، ما فيش فيه رسائل بحثية، ولكن برنامج الزمالة أو البورد في بعض الدول التانية بيبقى قائم في نهايته أو في بدايته على أوراق بحثية زي أمريكا مثلا. لو أنت حابب تشتغل برايفت أو في مستشفيات البرايفت، فأنت لازم يكون عندك ريسيرش سي في كويس قوي. المستشفيات في مصر اللي معتمدة من جي سي آر دي حاجة كده زي مكان أو جهة بترتب المستشفيات من حيث الكواليتي بتاعتها ونظافتها والاهتمام فيها. فعندنا كم مستشفى كده في مصر داخل في جي سي آر دي، زي مثلا مستشفى 57، مستشفى مجدي يعقوب، الفؤاد للقلب، السلام الدولي. المستشفيات التقيلة دي مستشفيات خاصة في السعودي الألماني برضو. فالمستشفيات دي عشان تفكر إنك تروح فيها مش بس بشهادة الطب هي اللي هتخليك تدخلها وتشتغل فيها، لا كمان لو عندك ريسيرش اكسبيرينس فبالتالي هتكون مفضل على أي حد تاني عايز يقدم فيها. فلو أنت قاعد في مصر فالريسيرش مهم، لو عايز تسافر بره مصر فالريسيرش مهم. يزمل من سنة 22 هيكون الـ يعني مفيش سكور، اللي هو السكور بتاعها المعتاد ده مش هيكون موجود، هيبقى يا تنجح يا تسقط. والإضافة لكده أنت بتقدم السي في بتاعك، ولو عندك ريسيرش بابليكيشن أو نشر علمي فده طبعا أفضلية ليك على غيرك. طبعا لو حد فيكم بيحضر يوزمل فعارف ان يوزمل مش بس بيحضرها مصريين، احنا من اكتر المنافسين لينا في يوزمل هم الهنود والباكستانيين، والناس دي حرفيا من اعدادي بتنشر اوراق بحثيه. فبالتالي هو بيبقى رايح امريكا زيه زيك، بس عنده 20 30 بابليكيشن في توبيك معين وانت اصلا بلح في الريسيرش. بلاب او المعادله البريطانيه فهي برضو بتحتاج ريسيرش، انت بتحضرها مش معتمد على الريسيرش، ولكن عشان بعد ما تحضر بلاب بتبقى زيك زي اللي قاعد هنا في مصر، بتبدأ تدور على جامعة عشان خاطر تدخلها، والجامعة دي طبقا لان انت تدخلها بتختار برنامج علمي او درجة علمية تحضرها، فبالتالي انت محتاج ريسيرش. او اي دولة في العالم، المانيا، كندا، فرنسا، الدول دي كلها، استراليا، الدول دي كلها سواء بالمعادلات بتاعتها او الامتحانات البسيطة عشان تزاول المهنة فيها، فهي كمان محتاجة منك انك يكون عندك research experience. فده يعني نبذة سريعة عن اهمية الريسيرش في حياتنا احنا كاطباء وكناس في كلية الطب، سواء هنقعد في مصر ام الدنيا او هنسيب مصر ونسافر. طيب احب اكلمكم عن شويه opportunities، والopportunities دي في opportunities كتير، ولو حد فيكم بيتابع مثلا مرجع وغيره من الويب سايتس اللي بتقدم منح فهيلاقي عليها opportunities كتير، بس انا عن نفسي بتكلم لكم عن الopportunities اللي ليا زمايل واصحاب اتقبلوا فيها وسافروا وجم مصر تاني. الاو اي اس تي ده معهد في اليابان، وميزه المعهد ده اللوجو بتاعهم. ميزة المعهد ده إن المعهد ده الوحيد في اليابان الغير ناطق باليابانية، كل الاستاف الجامعي فيه من دول مختلفة، فبالتالي اللغة المعتمدة فيه هي الإنجليزي، وطبعا مش البرفكت إنجليش، فبالتالي ما بيبقاش متطلب خالص منك لا تايفل ولا ايتلس، وبتروح عادي. بيقدموا ريسيرش، تدريب ريسيرش بيبقى مدته 6 شهور، من 4 ل 6 شهور، وبيقدم برضه بي اتش دي. بس بالنسبه لنا كاندر جرادويت، في ناس عايزه تدخل، ثواني في ناس هتدخل الميتنج، اكسبت الناس دي. الناس دي بتكون بتتقبل، لان انا اعرف ناس صحابي قدموا على المنحه دي واتقبلوا وسافروا. الجامعه دي بتتدرب فيها لابوراتوري او معملي، تدريب معملي، وبتشارك في ابحاث، وكانوا ناشرين قريب ورقة بحثية في لانست. لانست ده من أكبر دور النشر العالمية، يعني حوالي إمباكت فاكتور 70، فبالتالي هي كمنحة مضمونة جدا لأي حد يقدم فيها، وأوراقها اللي بتقدم فيها سهلة جدا، مجرد شهادة قيد في الجامعة وبيان درجات وخلاص. والأوراق دي مش شرط كمان إن هي يكون على الأختام الرسمية، يعني لو معرفتش تخرجها بالأختام الرسمية سهل جدا. المنحة دي كنت أقدم عليها بس بسبب البيروقراطية المصرية عندنا اتأخروا في الورق، ففاتني الميعاد الأولاني. هي ليها ميعاد تاني السنة دي 21، بس في اشتراط بس واحد، إن أنت تكون عامل يعني فاكسين، مش واخد الفاكسين، عامل بي سي آر لكورونا بس، وهما مش هيتكفلوا بيه، بس أنت كل مصاريفك هناك
هما اللي هيدفعوها لك، إقامة، أكل، شرب، وبيدفعوا لك حوالي 1000 أو 1500 دولار، ده اللي هو بقى مثلا بيعادل حاجات كتير قوي بالين الياباني عشان خاطر مصاريفك انت، لان ده كده زي باكج ماني معاك. تاني حاجة أو تاني منحة أكلمكم عنها، كوتش، كوتش يونيفرستي، دي جامعة في تركيا، ده اللوجو بتاعهم. السمري ريسيرش بروجرام، البروجرام ده حلو جدا، اعرف مصريين كتير وفلسطينيين زمايلي اتقبلوا فيه وسافروه وخدوه. ده برنامج تدريبي بتقدمه الجامعه دي، الجامعه دي في تركيا، بس هي عيبه الوحيد بقى ان هو بيتطلب ايتلس او تايفل، فيعني لو انت حابب تقدم عليه هو بيبقى فور فري طبعا وفول فاندد مدعوم كامله، بس يعني لازم يكون معاك حاجه بتاعت انجليزي. يعني مش هننسى واحنا بنشرح مع ايفنت ايجيبت نتكلم عن الريسيرش اكستشينج بروجرام مع المصريه. الريسيرش بروجرام بيقدم نفس فكره المنح اللي فوق، ان هو برضو بيدخلك في دراسات، بس هو مدته بتبقى شهر تقريبا اقل، وفي نفس الوقت بيكون بفلوس، يعني اما انت لو يعني حاله الماديه زي بقيه المصريين مش لحد ما كويسه، فانت ممكن تفكر في المنحتين اللي فوق وبيكونوا حلوين جدا وفول فاند. آخر حاجة الانترناشنال بيولوجي اندر جرادويت سمر سكول في زيورخ، زيورخ دي اللي في سويسرا، هو للأسف نسخة 2020 ونسخة 2021 مقفولين بسبب كورونا، بس هي برضو منحة حلوة جدا، وأعرف زمايل ليا طلعوا وسافروا درسوا، هم طلبة في صيدلة ودرسوا فيها، فبالتالي أنا المنح اللي أنا حطها لكم هنا أو الأوبرتيونيتيز دي أنا عارفة ناس سافرتها واتقبلت فيها وعدوا، مصريين او فلسطينيين عرب، يعني دي يعني في منح كتير وفي حاجات كتير، بس دول مهمين جدا، بتشارك في اي واحده فيهم بتدخل في دراسه بحثيه، ممكن تنشر دراسه او اتنين او تلاته وفي اكبر المجلات، لانك بتبقى تحت اشراف بروفيسور عالي جدا في مجاله، فيعني انا اي ريكومند الحاجات دي ليكم كاوبورتيونيتيز. طيب السكيلز اللي ليها علاقه بالريسيرش او الحاجات اللي انت مفروض تكون عارفها، الانجليزي اول حاجه، احنا بندرس الطب في مصر بالانجليزي، فبالتالي الاوراق البحثيه لازم تكون بالانجليزي، والاوراق البحثيه اللي عن الطب بتكون معظمها بالانجليزي ولكن ليس كلها، في اوراق بحثيه بتتنشر بالفرنسيه والروسيه والالمانيه وغيرها من اللغات، بس اهم لغه هي الانجليزيه، فلازم تبقى بتعرف تقرا انجليزي وبتكتب انجليزي كويس. طيب ابدا اتعلم منين؟ في حاجات كتير موجوده على اليوتيوب وابلكيشنز بتعلم وفور فري، ومن ضمن الحاجات الحلوه ان البريتش كونسل بيبقى عامل الاكزام فور فري على الموقع بتاعهم، بتدخل تمتحن الاكزام حوالي 30 سؤال، وبعد ما بتمتحنه بتعرف انت مستواك كام، يعني انت ليفل A ولا B ولا كده، فبتعرف الليفل بتاعك بقى وتدور على كورس فور فري تاخده، لان البريتش كونسل الكورسات بتاعتهم غاليه قوي. في برنامج سوفت وير اسمه جرامري، البرنامج ده كويس جدا، منه نسختين، نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه احسن طبعا، بس النسخه المجانيه حلوه وكويسه جدا ان هي تكون معاك ورابطها ببرنامج الوورد عشان تقدر تستخدمها. طيب من ضمن مايكروسوفت اوفيس اللي بنستخدمهم الوورد والاكسل والباوربوينت، مهمين جدا، لازم تكون تعرف تشتغل على البرامج دي. اليوتيوب لا يخلو لا يخلو من فيديوهات عرب واجانب بيشرحوا في فيديو بقى نص ساعه ساعه ازاي تشتغل بالبرنامج ده باحترافيه وحاجات كده حلوه جدا، فلو انتم مش لاقين فيديوهات انا ممكن اريكومند لكم بلاي ليست حلوه جدا للبرامج دي، بس دي من اهم البرامج اللي انت هتشتغل في مجال الريسيرش لازم تبقى تعرف تشتغل عليها. لازم تكون شخص عنده critical thinking. في حد فتح المايك بليز ممكن يقفله عشان في صوت قطة. critical thinking او التفكير النقدي دي من المهارات المهمة قوي، يعني انت كشخص لازم تكون بتنقد اي حاجة قدامك، يعني حاول تفكر في الحاجة بتفكير نقدي، يعني مش مجرد الحاجة بس عشان انت قلتها فخلاص بقت مؤلهة، لا لازم تنقد نفسك وتشوف الورقة البحثية اللي حتى منشورة في اقوى مجلة بحثية واعلى امباكت فاكتور، لازم برضو تفكر فيها وهما ازاي فكروا في الفكرة دي وتحاول تقيمها، فلازم فكرة انت يكون عندك critical thinking evaluation كويسة، يعني بلاش تحكم نفسك بس بالحاجات اللي موجودة، وحاول تفكر بره الصندوق، التفكير بره الصندوق ده بيطلع لنا أفكار كتير تساعدنا في الريسيرش.
من اهم السوفت ويرز اللي احنا هنستخدمها في مجال الريسيرش برنامج زي منور. معلش ممكن تعلي صوتك شويه عشان في ناس عندهم صوت. حاضر. من اهم البرامج اللي احنا بنستخدمها برنامج زي برنامج مندلي. برنامج مندلي ده بيستخدم في ترتيب المراجع وزي برنامج اندونوت، وكمان بيعملوا يعني ليهم فانكشنز تانية او استخدامات تانية. برنامج اسمه اي بي انفو. يعني انا رحمة بلغتني ان انتم ان شاء الله ناويين تشتغلوا كروس سكشنال ستادي بعد التدريب، وتاخدوا تدريب للكروس سكشنال اللي هي نوع من انواع الدراسات. فبالتالي هتحتاجوا برنامج اي بي انفو. البرنامج ده بيستخدم في حساب ما يعرف بالسامبل سايز او حجم العينه. هو ضروري جدا ان انتم تبقوا عارفين وعارفين بيستخدم ازاي. في برنامج تاني اسمه ريفمان، بيستخدم في حاجه اسمها الميتا اناليسز، وغيرهم من البرامج كتير اللي انتم هتقابلوها وتتعاملوا معاها، والويب سايتس وحاجات كتير. في برامج تانيه مهمه برضو لو هندوس في الاستاتستيك زي اس بي اس اس وستاتا وار. فالبرامج دي برضو مهمه ان انتم على الاقل تكونوا عندكم آلية أو معرفة إزاي برنامج واحد فيهم بيشتغلوه. يعني أنا باركومند لأي حد في البدايات إنه يستخدم SPSS لأنه بيبقى شبيه للإكسل شيت، فبيبقى سهل جدا في الاستخدام. برضو من الحاجات المهمة اللي أنتوا تكونوا عارفينها درايف، جوجل درايف، وإزاي بتستخدموه وإزاي بتعمل فورم عليه، وإزاي تستخدم السبريد شيت اللي هو نفسه الإكسل يعني بتاع جوجل، وتستخدمه في التخزين. يعني هنبعت لبعض ملفات كتير قوي على جوجل درايف او على اي موقع تاني، ميديا فاير وخلافه، فتبقى عارف برامج بتستخدمها في التخزين الملفات بتاعتك، لان لازم تبقى عامل كوبي لاكتر يعني او معظم الملفات بتاعتك على اكتر من حاجه، ما تحطهاش بس على اللاب بس او الموبايل بس، لان لا قدر الله لو حصل مشكله الشغل ده بيضيع، يعني كوارث بتحصل. فلازم تبقى حاطط ستورج للحاجات بتاعتك دي، مخزنها على ميديا فاير، جوجل درايف وخلافه. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كلام عام، بس انا حابه اوريكم حاجه كده يمكن تكون باركه امل ليكم. هوريكم صوره حد وعايزاكم تخمنوا هو مين ده. ريت تفتحوا المايك تخمنوا مين ده وملامحه دي تدين وجنسيته ايه. أكيد مصري بسماره ولونه مصري. ماشي. وحد جامد في ريسيرش. حد جامد في ريسيرش. طيب حد عنده رأي تاني أو هيضيف حاجة؟ طيب هقول لكم مين ده. شايفين اللوجو ده؟ اللوجو ده مكتوب تحته هنداوي. هنداوي أو دكتور أحمد هنداوي. دكتور أحمد هنداوي سنة 1997 بالتعاون مع زوجته أنشأوا دار نشر عالمية اسمها هنداوي، زي دار نشر ألسفير وويب أوف ساينس وغيرهم. دار نشر هنداوي بقت اندكست في باب ميد من زمان، من بقالها سنين اندكست في باب ميد، واندكست في وايلي أونلاين لايبراري، واندكست في ساج، موجودة يعني في مواقع تقيلة قوي. فدكتور أحمد هنداوي ومعاه زوجته، يعني وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، عملوا الموقع ده. دكتور أحمد هنداوي ده خريج كلية العلوم جامعة عين شمس، هو مهتم بالرياضة، وعمل موقع هنداوي. الموقع موجود بس من لندن وأمريكا، ولكن الدولة الأصلية أو الأم ليه مصر. إن شاء الله دكتور أحمد هنداوي. فيعني دي حاجة تفكر بيها كمصريين، موجود في جورنالز كتير في مجال الطب والصيدلة والهندسة وغيرها، دار نشر كبيرة. وعلى حس كلمة دار نشر حبيت ان انا افرق لكم بين ثلاث مصطلحات هتسمعوها على مدار الريسيرش. في حاجة اسمها داتابيز، في حاجة اسمها دار نشر او بابليشر، في حاجة اسمها جورنال. فخلينا ناخد اكزامبل. لو انا رايح مول رنين، اكيد كلكم تسمعوا عن مول رنين. لما بندخل فيه بنلاقي فيه اقسام للشركات، فبنلاقي فيه قسم لشركة توشيبا على سبيل المثال، وبنلاقي شركة توشيبا دي مش بس بتقدم لابتوبات وبتقدم غسالات وتلاجات وتلفزيونات وحاجات كتير قوي. فمول رنين هو داتابيز، هو داتابيز كبيرة قوي جواها بابليشر كتير زي توشيبا، سامسونج، ال جي وغيرهم. وجوه كل شركة من دول منتجات، فكل جوه كل دار نشر من دول جورنالز.
احنا عندنا الحاجة الكبيرة اسمها داتابيز جواها بابليشر دور نشر، وجوه البابليشر دول مئات وآلاف الجورنالز. فمثال مثلا على داتابيز كبيرة قوي باب ميد جواها داتابيز جواها بابليشر زي هنداوي والسفير وبوف ساينس وسكوبس وحاجات كتير اللي هو ساينس دايركت، ودول جواهم كمية جورنالز مهولة. فحبيت برضه اوضح لكم حاجة زي دي لانها هتقابلكم على المستوى البعيد في الريسيرش، وهتبقوا بتتلخبطوا هو يعني ايه داتابيز يعني ايه جورنال، ولا حد يحب يتفزلك عليك كده في قسم الكوميونيتي ويقول لك ايه الفرق ما بينهم. نبدأ بقى في الكلام الجد، ويا رب يكون صوتي واضح، ولو مش واضح قول لي عشان اعليه اكتر من كده. بالنسبه بقى للريسيرش سايكل، انا واحد حابب اعمل ريسيرش، ابدا اعمل ايه؟ اول حاجه لازم تبقى عارف يعني ايه ريسيرش سايكل. الريسيرش سايكل احنا عرفنا الريسيرش هو الطريقه اللي انا بجاوب بيها واوضح بيها مشكله. فانا عشان اوضح المشكله دي بمشي سايكل او حلقه. الحلقه دي عباره عن مجموعه من الخطوات بنمشيها عشان نحصل على معلومات، ومن خلال المعلومات دي نبدأ نطلع بنتائج. ثواني. اللبعة لا تقريبا. بالضبط. تمام. دي الريسيرش سايكل. أول حاجة بتفكر في فكرة. أنا دلوقتي واحد مهتم بمجال ما زي القلب، أفكر في فكرة ليها علاقة بالقلب، أبدأ أفكر فكرتي دي ممكن أكون عنها سؤال بحثي عامل إزاي. وبعد ما بكون سؤال بحثي بشوف سؤالي البحثي ده أنهي أسلوب أقدر أطبقه بيه. زي إيه؟ زي إن إحنا مثلا خلال فترة الحظر دي كلنا كنا قاعدين في المطبخ حرفيا كل طول الليل والنهار عايزين نطبخ أي أكلة جديدة. الأكلة عامل مشترك ما بينها هو المطبخ، فعامل مشترك ما بين الأفكار البحثية كلها هو الريسيرش. كل أكلة ليها مكونات، وكل أكلة ليها طريقة معينة، يعني أكيد البيتزا مش بتعمل زي الكشري. فأنت لما بتفكر في حاجة بتحاول تدور وتشوف فكرتك دي ويتكون ليها ريسيرش كويشن، وتدور على الطريقة المناسبة أن أنت تعمل بيها فكرتك دي أو ما يعرف بالستادي ديزاين. بعد كده تبدأ تنفذ بحثك، تجمع بياناتك أو تعمل حتى extraction للداتا أو يعني تخريج للبيانات دي من المواقع، تعمل تحليل للبيانات دي. وبعد ما بتعمل لها تحليل بتكتب ورقتك البحثية وبتجهزها للنشر. هنبدأ نتكلم عن الايديا أو الفكرة البحثية. الايديا دي أهم أربع نقط فيها، أنا حاولت أشملها لكم هنا. اول حاجه فكره ان يكون عندي فكره، فدي اهم حاجه في البحث ان يكون دلوقتي معايا فكره. الفكره دي مثلا زي استخدام التستوستيرون في علاج الالزهايمر، فبالتالي فكرتي الكبيره دي هي اللي هقدر ابني عليها مشروع البحث كله، فلازم يكون عندي فكره. طيب انا ممكن اجيب الفكره دي منين؟ أكيد شلتي اللي أنا بقعد معاهم عشان خاطر نتفرج على نتفليكس مش نفس شلتي اللي هقعد معاها عشان خاطر أشتغل ريسيرش. فبالتالي لازم أدور على زملاء يكونوا مهتمين بالريسيرش، سواء من كليتي أو من جامعة تانية في مصر أو من حتى كليات تانية ليها علاقة بالمجال الطبي زي علوم وصيدلة وأسنان وتمريض وزراعة بايو انفورماتكس والكلام من ده. الكليات دي ودور على زملاء الكليات دي في جامعة مصرية أو جامعة حتى غير مصرية، تبدأ تناقش معاهم، تعمل brainstorming عصف ذهني ليهم. طيب لو أنت ما لقيتش زمايل في كليتك أو في دفعتك مهتمين بالريسيرش، هتدور على حد في قسم ما مهتم. تقدر تدخل على موقع اسمه ريسيرش جيت أو بوابة البحث، تدخل عليه هتعمل عليه أكاونت بالإيميل الجامعي، تبحث فيه وتكتب اسم جامعتك بنها يونيفرسيتي كفر الشيخ يونيفرسيتي أو كلية الطب في جامعة كفر الشيخ، هتلاقي كمية ناس بتظهر لك ريليتد لجامعتك. هتقدر تشوف الناس دي وتبص على البروفايلات بتاعتهم وتشوف كم واحد فيهم ناشر كم ورقة بحثية، فبالتالي هتبدأ تعرف الاستاف الجامعي بتاع كليتك كويس،
فبحيث تدور على الشخص الموتيفيتد والشخص اللي شاطر في الريسيرش وبينشر ابحاث كتير، تروح تتكلم معاه تناقشه في الفكره اللي يمكن طلعت في دماغه، وتحاول معاه تناقشه وتروح وتوجه في الفكره لحد ما تشوفه هل هي فعلا تقدر تتنفذ ولا لا. تحاول تخلق حواليك ميديا من الناس اللي مهتمه بالريسيرش. يعني مثلا انا كحد مهتم بالريسيرش، فمحرك البحث فيسبوك او الفيسبوك كل الحاجات اللي بيظهرها لي هي عباره عن كورسات ريسيرش او ستاتستيك او مش عارفه ايه، او جورنالز نشره اوراق بحثيه جديده، نظرا لان ده اهتمامي. فحتى انت لما بتهتم بحاجه بتلاقي الفيسبوك بقى على طول زي ما هو بيراقبنا طول الليل والنهار بيجيب لك الحاجات دي، فهتلاقي بيركومند ليك في الفريند ريكوستس بتاعتك الدكاتره المهتمه بالبحث العلمي. فحاول تخلق حواليك ميديا او بيئه كويسه من الناس المهتمه بالبحث العلمي. من النصايح برضو اللي انصحها لكم ان انت في اول طريقك تحاول تكون ليك مشرف او مونيتور. انا في اول طريقي كانت المشرفة بتاعتي دكتورة راندا مصطفى. دكتورة راندا كانت رئيس قسم الفسيولوجي عندنا في الكلية، وبعد كده مسكت رئاسة نائب رئيس الجامعة، وحاليا هي عضو في مجلس الشيوخ بالتعيين. فهي لما كانت مونيتور عندي هي شخصية مجتهدة جدا، اشتغلت في أكتر من جامعة عربية وأكتر من جامعة دولية زي جامعة بنسلفانيا في أمريكا، فكانت مونيتور كويس جدا أو مشرف كويس جدا عليا في بداياتي. فحاول برضو لما تختار حد من الاستاف الجامعي أنه يكون مشرف ومساعد ليك، اختار حد تقيل. طيب لا قدر الله أنا ما لقيتش حد زي ده، تدور على حد من الترينر اللي كانوا موجودين معاك طول السيشنز دي انه يكون مونيتور عندك. ليه؟ لانه هو على الاقل عنده خبرة اكبر منك شوية في الموضوع، فهو يقدر يساعدك او يحطك على الطريق الصح او يركمند ليك حاجات كويسة. تمام؟ فحاول تدور انه يكون ليك في الاول مرشد عشان يعني يجايد يو او يرشدك للصح او المفروض تعمل ايه. بعد ده كله تحاول تكون الساينتيفيك كوميتي بتاعتك، يعني تعمل جروب بقى تلم فيه صحابك الناس المهتمية، تخلي الدكتور بتاعك سوبرفايزور عليكم، فتبدأوا تناقشوا أفكار، تجمعوا أوراق بحثية. فالحاجات دي كلها تخليك محب للريسيرش وتلاقي وتدور على ناس مهتمة بالريسيرش. بما أننا النهاردة مع ريسيرش تيم، فأنتوا أكيد كتيم متجمعين عشان خاطر هدف واحد أن أنتوا تشتغلوا في أوراق بحثية. فإحنا اللي احنا قعدنا نتكلم فيه ده كله انتوا بالفعل عاملينه، بس اهم حاجة تدوروا على مونيتور او مشرف يكون ليكوا شارك في اكتر من بحث، بالتالي هو يقدر يساعدكوا ونشر ابحاث، فهو بالتالي عنده خبرة من النشر العلمي. طيب انا كشخص عايز ادور على فكرة، هدور عليها فين وهعمل ايه عشان الاقي فكرة؟ اول حاجة أنصحك بأن أنت يكون عندك سبيشياليتي معينة في الطب مهتم بيها. أنا مثلا كمنار مهتمية بالكارديولوجي، فأنت كمان اهتم بحاجة معينة في مجال الطب زي إيه؟ زي النيورو، الفسيولوجي، الأناتومي، النفرولوجي، هباتك سيستم، أي حاجة اهتم بسيستم معين في الجسم وركز عليه عشان تبدأ تحاول تكون سبيسيفيك. الجامعات بره لما بتروح لهم وتقول لهم انا مهتم بكل الحاجات دي كلها بيبصوا لك بصه عشوائيه قوي، يعني غالبا نوت اكسبتد في اي حاجه لو بعشوائيتك دي. فلازم يبقى ليك سبيشاليتي معينه مهتم بيها حتى لو ما درستهاش. يعني انا في سنه رابعه ومهتمه بالكارديولوجي اللي هاخده اصلا في سنه خمسه، بس لا انا بقرا عنه وبتابعه وبتابع اللي بيطلع فيه جديد عشان اكون على علم بيه، بحيث لما اجي اشتغل فيه اكون على دراي. فحاولوا تختاروا يعني التخصص بتاعك. انت من سنة اولى بتتسأل انت هتتخصص ايه وانت مش عارف هترد وتقول ايه، بس على الاقل فكر في التخصص وانت شغال، لان التخصص في الريسيرش بيختلف عن التخصص يمكن بعد كده شغل الريسيرش الى حد ما ممكن تلاقي فيه. في حد رافع اتفضلي يا سلم. طيب هو دلوقتي انا هعرف، يعني انا دلوقتي لو انا اخترت مثلا يعني مجال معين او تخصص معين، انا مش عارفه لسه انا هتخصص ايه، مجرد انا اتخصصت حاجه تانية مثلا، هل كده كل اللي انا عملته ده ضاع؟ لا طبعا، مفيش حاجه بتضيع في الريسيرش، وده اللي انا كنت لسه هكلمكم عليه بعد كده. احنا لما بنشارك في ورقه بحثيه حتى لو الورقه البحثيه دي طلعت في الاخر invalid او غير صالحه للنشر، انا ما بسيبهاش، انا بكتبها في السي في عندي وبديكومنتد ات.
ثانيا انا برضو لو اخترت حاجه مجالي يعني مثلا كمنار اشتغلت جاينا لقيت الجاينا وحشه قوي رغم ان ممكن كنت بفكر فيها كتخصص بعد التخرج بس لما اشتغلها اشتغلت ريسيرش بيبر كرهتها ما حبيتهاش استصعبتها استرخمتها فما حبيتهاش بس حبيت الكارديولوجي حسيته اسهل والطف منها فده هيفرق لو انت عندك نشر علمي ده هيساعدك الأوراق البحثية اللي انت بتنشريها مش بتقلل منك خالص حتى لو ملهاش علاقة بالتوبيك بتاعك انت ممكن تنشري 50 يعني انت بيبقى عندك على الأقل السبيشاليتي اللي انت مهتم بيها مهتم بيها مثلا بنسبة 80% يعني انت مثلا كارديولوجي مهتم بيه بنسبة 80% جت جائحة زي كوفيد 19 دي هل انا مثلا هكبر كوفيد 19 مليان افكار هسيب كوفيد 19 لا طبعا يبقى عندي 20% availability ان انا اشارك في دراسات تانية واشتغل دراسات في مجالات تانية حتى لو ملاش علاقة بمجالي او اربطها من قريب وبعيد بمجالي عشان تقدر تفيدني فلا اي بحث هتشارك فيه هو لازم يكون محل مكتوب في CV بتاعك وعلى الاقل على العموم يعني اكتر سبيشاليتي هتشتغليها في الريسيرش وتحبيها هي غالبا اول سبيشاليتي هتفكري تتخصصي فيها تاني حاجة انصحكم بيها هي القراية لازم تكون شخص قارئ الكتب عندنا في مصر للأسف يعني لو أصلا مكتوب فيها صفحة ريفرنس هتيجي تفتحوا صفحة الريفرنس اللي ورا هتلاقوا أقصى ريفرنس فيها مثلا 2015 احنا عندنا كتب في بنها مش كلها أصلا بتبقى كاتبة ريفرنسي كأنهم يعني كتبوا الكتاب من دماغهم بس ده طبعا حاجة غلط فلو بصيتوا على الريفرنس هتلاقيها خيرها 2015 2016 ما بين 2016 ل 2021 مثلا صدر كمية أبحاث في التوبيك اللي هو الكتاب بيناقشه مثلا زي الـ AMT هتلاقيها ملايين الدراسات مئات الآلاف الدراسات طلعت في الموضوع إزاي كتابك ما بيتحدثش بحاجة زي كده دي مشكلة فأنت لازم تكون شخص قارئ طب أقرأ منين؟ أولا في كتب بتبقى موجودة أونلاين ومن أشهرها كتب كابلن بتبقى لها نسخ PDF لو أنت مش عايز تشتري الكتاب تبدأ تجيب كتب كابلن وتحاول تطلع على الجديد والإضافات اللي بتضيفها كتب كابلن بتتحدث كل سنة أكيد الكتب دي ما بتتحدثش كل سنة عشان خاطر العلم ثابت أكيد العلم متغير فبالتالي لازم تكون بتقرأ الجديد لأن الجديد هو اللي هيطلع لك أفكار والأفكار تكون جديدة وصالحة للنشر وفي نفس الوقت العلم محتاجها تالت حاجة أوصيكوا بيها يحضروا المؤتمرات مش أي المؤتمرات تتحضر ولكن في مؤتمرات بيبقى محل نقاش لأوراق بحثية من أشهر الجامعات اللي بتعمل ده جامعة عين شمس بتعمل مؤتمرات للطلاب شبه سنويا حتى كان في مؤتمر في شهر 3 السنة اللي فاتت 2020 في قلب جائحة كورونا وكان مؤتمر حلو جدا خاص بالطلبة طلاب من صيدلة وأسنان وعلاج وتمريض وبشري مشاركين بأبحاثهم وأنا كنت في المؤتمر ده وتكرمت وغيره وكنت بحضر قبله مؤتمرات تانية تبع جامعة عين شمس صراحة من جامعات المحترمة اللي بتعمل مؤتمرات مفيدة مؤتمرات دي بيناقش فيها أبحاث في منها مؤتمرات خاصة بالطلبة بس وفي مؤتمرات بتبقى خاصة بالدكاترة فانت برضو ممكن تكون تحضرها بيكون فيها ناس ساعات أجانب فبرضو بتفيدك من المؤتمرات التانية اللي أريكومند ليكو هي مؤتمرات الجمعيات زي جمعية الكبد والكلى والأورام وغيرها في جمعيات بتبقى محلية في مصر وفي جمعيات بتبقى دولية معظمهم بيعملوا المؤتمرات بتاعتهم في الفنادق اللي هي في الزمالك دي معظم المؤتمرات دي بيبقى فيها يوم أو يومين مخصصين لمناقشة الأبحاث فحاول تحضر مؤتمرات زي دي وبالتحديد في الأيام اللي هيكون تبقى عندك علم بالأجندة بتاعت المؤتمر تحضر في اليوم اللي هيناقش فيه أبحاث ويبقى معاك نوت تسجل كل حاجة جديدة هتسمعها في المؤتمر وتشوف الدنيا عاملة ازاي المؤتمرات دي بيبقى فيها كمية أفكار يعني مثلا كنت حضرت مؤتمر بتاع جمعية الكبد وكان فيه دكتور جمال شيحة يعني ممكن تكون سمعت عن دكتور جمال شيحة من يعني من أعظم الناس هنا في مصر في موضوع زراعة الكبد والكبد عموما فلما حد تقيل زي دكتور جمال شيحة يكون موجود في مؤتمر فانت متخيل هتسمع كمية يعني أفكار لأوراق بحثية جديدة عايزة تتنشر إزاي فحاولوا تحضروا المؤتمرات دي هتستفيدوا منها وتطلعوا منها بأفكار بحثية جديدة تفيدكم جدا أوصيكم برضو بأن انتم أنكم هتختاروا سبيشاليتي معينة تشتغلوا عليها فيبقوا تدوروا على جورنالز أو مجلات
تدخلوا مثلا على دار نشر زي هنداوي اللي اتكلمنا عنها او السفير وتبحثوا فيها في كلمه في السيرش مثلا كارديولوجي نيفرولوجي وغيره، هتلاقوا كميه جورنالز بتظهر لكم او مجلات بتظهر لكم ليها علاقه بالموضوع. تبداوا تعملوا سبسكرايب في الجورنال، السبسكرايب بيبقى فور فري مجاني، مجرد بتكتب ايميلك. وبفضل طبعا ان انت عشان تستخدم ايميل فيفضل الايميل الجامعي. طب لو انا ما معيش الايميل الجامعي او مش متفعل، حاول تسال الاي تي عندك فوق الكليه اللي هي الانفورميشن تكنولوجي يعني. لو برضه ما عرفتش توصل له يبقى تعمل ايميل شيك على درايف جوجل قصدي او على ياهو او اوتلوك او غيره، مثلا الاسم بتاعك ورقم وخلاص، بس يبقى ما فيش فيه تو سوسو الحاجات الغريبه دي، تبقى ايميل يعني محترم بحيث لما يتحط في الجورنال ويبقى حد من الجورنال عايز يكلمك بعد كده او يريكومند ليك حاجه، يعني يلاقي ايميل محترم موجود قدامه. فلما هتعملوا سبسكرايب في الجورنال دي من المميزات ان هو بيبعت لك بصوره اسبوعيه او يمكن شهريا كميه بيبرز بحثيه منشوره جديده عندهم حلوه جدا. فده تبقى حاجة رهيبة يعني، انت متخيل ان انت كل فترة بيجي لك اجدد حاجة اتنشرت في العلم ده في الكارديولوجي، اجدد حاجة اتنشرت ايه اللي العلم حرفين بيتكلم فيه. يعني مثلا كنت في داتابيس اسمها او لانست، دار نشر اسمها لانست، كان منشور فيها ورقة قريب لدكتور مجدي يعقوب، كان من ضمن المؤلفين يعني اللي موجودين في الورقة، ورقة بحثية في مجال الكارديولوجي تقيلة جدا يعني، وبتناقش موضوع مهم. فمثلا انت لما بتتابع حاجة زي كده هتبدأ تشوف الجديد في العلم ده، فتبقى عارف ايه اللي ممكن يخليك تفكر في فكرة جديدة، الناس دي بتفكر ازاي. لما هتمسكوا الأوراق البحثية وهتاخدوا الرايتنينج هتعرفوا ان بيبقى فيه سيكشن في آخر الورقة البحثية ممكن تلاقوه موجود وممكن ما تلاقوهوش، لان هو مش حاجة إجبارية في الورقة البحثية، سيكشن اسمه الريكومنديشن أو التوصيات. السكشن ده مهم 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 جدا لان انت تطلع منه افكار. يعني انا قعدت اقرا وحضرت مؤتمرات وعملت سبسكرايب في جورنال ومش عارف اطلع بفكره، امسك الاوراق البحثيه ودور على سكشن الريكومنديشن، ممكن تلاقيه ممكن ما تلاقيهوش، بس لو لقيته في ورقه بحثيه اوعى تسيبه، امسكه اقراه كويس وشوف هو بينصحك بايه. الريكومنديشن هي بتبقى توصيات المؤلفين ليك عشان خاطر تشتغل على التوبك اللي هم بيتكلموا عنه. يعني هم هنا بيتكلموا عن حاجه اسمها الاس تي سيجمنت، الاس تي سيجمنت دي اللي هي بتبقى موجوده في الاي سي جي، وبيتكلم عن نوع معين من الحاجات الاشعه اللي هيعرضها بنسبه معينه عشان خاطر يصور القلب او يديتكت مشكله معينه في القلب. فدلوقتي هو بيقترح عليك فكره لحاجة جديدة ممكن تتعمل، الفكرة دي انت بقى بتاخدها وتطبقها في صورة دراسة، تبدأ تفهمها كويس وتشوف انهي ستايل انهي ستادي ديزاين او انهي ستايل هيكون مناسب لتطبيق هذه الفكرة. فاوعوا تضيعوا سكشن الريكومنديشن منكم من اي ورقة بحثية. طيب هل بس سكشن الريكومنديشن هو اللي ممكن نلاقيه في الاوراق البحثية؟ لا، في اوراق بحثية بيتم نشرها تحت عنوان ريكومنديشن اوف كذا وفي الستاندرايزيشن اوف كذا اوف كذا، ده دراسه في القلب في الكارديولوجي، دي ريكومنديشن توصيات طالعه من جمعيه القلب منشوره في جورنال. تمام، التوصيات دي مهم جدا ان هي تكونوا انتوا على علم بيها. ليه؟ لان بيبقى فيه كميه توصيات او الافكار لاوراق بحثيه انت ممكن تنفذها، فبالتالي هتستفيد منها. برضو من الحاجات اللي هتستفيد منها في المؤتمرات، المؤتمرات بيتوزع فيها كميه اوراق اللي هو بيبقى الورق بتاع المؤتمر، وساعات شركات الأدوية بتوزع عليك أوراق، استفيد بالورق ده. شركات الأدوية اللي بتبقى راحة دي مش شركة أدوية موجودة بقى لها 100 سنة في مصر، لا دي بتبقى شركات طالعة بأدوية جديدة، الأدوية دي محل التجارب حاليا وهم بيوزعوها كنوع من الترويج ليهم والأدوية بتاعتهم بعد ما نجحت في التجارب وتم الاعتمادها مثلا من الـ FDA. استخدم برضو أسامي الأدوية دي في أن أنت تبحث بيها تشوف لو هي حاجة منها فالد أن أنت تشتغل عليها دراسة بحثية. طيب أنا لما هقرأ هطلع بإيه؟ أنا لما هقرأ هعرف النظريات اللي موجودة في العلم، والنظرية دي هتخليني أفكر في أن أنا أطلع بفرضية جديدة. طيب لما أنا هدور في الجورنالز والأوراق البحثية هطلع بإيه؟
هعرف الليتريتشر او ما سبق نشره في العلم. والليتريتشر اظن انه هيكون برضو في سيشن منفصله ان شاء الله ويتكلمونكم عنه ازاي نسيرش في الليتريتشر. فخلونا بقى نتكلم عن الهايبوثيسس او الفرضيه البحثيه. الفرضيه هي ان انا بفترض حاجه عشان اوضح حاجه ما، هي مجرد اقتراح منك على نظريه موجوده ان انت شايف ان النظريه دي بتقول ان الديجيتاليز مثلا مضر على القلب. لا، انت مثلا اكتشفت ان لو احنا ادينا الديجيتاليز بتركيز ما مثلا هيبقى لا سيف على القلب خالص وما فيش فيه ضرر وهيستقر. فانت دي فرضيتك العلميه اللي هي بتعاكس ما هو موجود ان الديجيتاليز مضر، فهي مجرد اقتراح منك يوضح ظاهره، فانت ده اقتراح. الفرضيه العلميه بتاعتك بتطبقها بطريقه علميه زي ما قلنا الريسيرش احنا بنطبقه بساينتفك ميثود، فبالتالي برضو الفرضيه العلميه بتاعتك بتطبقها بنفس الساينتفك ميثود عشان توصل للريزلت في الاخر، هل فرضيتك اتحققت ولا لا. طيب هو ايه الفرق اصلا بين الفرضيه والنظريه؟ الفرضيه هي قايمه اصلا على النظريه، ولكن لو في نظريه في العلم انت مش حاسس ان هي كافية ان هي ترد على السؤال البحثي بتاعك، زي مثلا في نظرية الزمن كانت بتاعت اينشتاين اللي لسه ما وصلولهاش لحاجة، ونظريات تسلا مثلا اللي لسه ما وصلوش فيها الحاجة والحد الان بيشتغلوا عليها وبيطلعوا منها باختراعات جديدة. فانت مثلا حاسس ان انت مش راضي بالنتائج اللي النظرية دي بتقولها او بتقر بيها، فبتحاول تفكر في فرضية جديدة، فبتبني فرضيتك على النظرية سواء بتؤيدها أو بتعكسها وبتبدأ تدور على فرضيتك. فالفرضية حاجة والنظرية حاجة. النظرية صحيح هي هذا ما وجدنا عليه أباؤنا وأجدادنا، هي الحاجة الثابتة، وانت بتحاول تنقد النظرية دي وتدور على وزي ما قلنا critical thinking تفكير نقدي، وتشوف هل النظرية دي فعلا صح وتحاول تثبتها وتأكدها علميا من خلال أبحاث، أو إن النظرية دي غلط وإنت تحاول تنفيه. طيب الهايبوثيسس دي أو الفرضيات هل هي أنواع؟ الفرضيات أنواع كتير. من أشهر أنواعها أو الكومنست تايب هي الالترناتيف هايبوثيسس أو الـ H1 والنال هايبوثيسس أو الـ H0. الالترناتيف هايبوثيسس هي الفرضية اللي بتقول إن في حاجة. الحاجة دي إيه هي؟ إن مثلاً دراج A افكتد اكتر من دراج بي، او ان دراج اي مختلف عن دراج بي. ولكن نظرية العدم او النال هايبوثيسس، نال دي يعني عدم بس بالالماني، بتقول لا ان دراج اي زي دراج بي مفيش بينهم اختلاف، او ان دراج اي ودراج بي هما الاثنين مؤثرين بنفس القوة، يعني الاثنين اكوال في الافكتف بتاعتهم او الافكشن بتاعهم التأثير بتاعهم. فالنظرية الالترناتيف هي بتفترض حاجة العدم بتنفيه، فساعات بنسميها دي بوزيتيف اللي هي الالترناتيف، والنيل بنسميها النيجاتيف. في نوعين تانيين من الهايبوثيسس او الفرضية، في حاجة اسمها السيمبل وحاجة اسمها الكومبلكس. السيمبل يعني حاجة البسيطة. الفرضية البسيطة هي الفرضية اللي بتقارن حاجة بحاجة او متغير بمتغير، والمتغير والفاريابلز برضو هتشرح لكم ان شاء الله في الاستاتستيك. يعني مثلا مثال على السيمبل هايبوثيسس، لو احنا مثلا بنقول ان اكل الخضروات بيقلل الوزن، فكده انا بقارن اكل الخضروات اللي هو حاجة واحدة بحاجة تانية اللي هو الوزن، او بحط فرضية بين حاجتين اتنين بس، اكل الخضروات ونقص في الوزن. ولكن الكومبلكس هايبوثيسس لا، دي اكتر من حاجة، بقارن فيها اكتر من فاريابل بفاريابل تاني. زي ايه؟ زي ان انا قارن اكل الخضروات وعمل التمارين الرياضية والمشي بالنهار مثلا وتأثيرهم على صحة القلب وتحسين الصحة بتاعت الجسم ونقص الوزن، فانا كده بقارن اكتر من حاجة وصاد اكتر من حاجة، فبنسميها كومبلكس هايبوثيسس او فرضية معقدة. نوع ثالث منها اسمه الدايركشنال هايبوثيسس والنون دايركشنال هايبوثيسس. دايركت يعني اتجاه، فالدايركشنال هايبوثيسس هي الفرضيه اللي قايمه على ان في علاقه والعلاقه دي راحه في اتجاه معين. بمعنى ايه؟ بيقول لك لو الاطفال بياكلوا من اول ما اتولدوا اكل صحي واكل مفيد،
هتلاقيهم بعد 5 6 سنين عندهم قوة في البنيان حلوة، فهتلاقي معدل ذكائهم عالي. برضو اكزامبل تاني، احنا كطلب الطب لو بنتعلم في الكليات المصرية تعليم محترم كويس، هنخرج للبيئة الصحية عندنا مستوى علمي عالي، فبالتالي هنحسن مستوى الصحة في مصر. فبالتالي دي ريليشن واخدة دايركشن معين، اللي هو يعني في شخص بياكل اكل كويس فده هيحسن صحته، ده الدايركشن اللي هي واخداه. او ان انت لما تتعلم كويس هتطلع تفيد المجتمع، فده دايركشن الريليشن دي واخداه. بينما النون دايركشنال هايبوثيسيس هي علاقتنا مثلا بالاستاف الجامعي، احنا مثلا الدكتور ستودنت ريليشن شيب، العلاقه دي ممكن تكون كره او حب، فهي فيها اتجاهين، فبالتالي احنا العلاقه بيننا بتبقى شبه متساويه، ما فيش فيها دايركشن رايح او جاي. انت ممكن تحب الدكتور او ممكن تكرهه، بس هي كفكره كريليشن ريليشن ثابته رايحه ولا جاي. تمام، اتفضلي يا خلود. هي خلود رفع ايديها غلط، ولا لو عايزه تسالي اسالي. طب تمام انا هكمل. بعد كده في 3 اخر انواع من الهايبوثيسس، هي عموما اشهر نوعين الالترناتيف والنل، بس انا بجيب لكم كل الانواع عشان خاطر تبقوا على علم بيها ولانها مفيده ليكم عموما. في حاجه اسمها الامبريكال هايبوثيسس، ثواني، الامبريكال هايبوثيسس دي الفرضيه اللي قايمه على دليل، هتاخدوا بعد كده ان شاء الله سيشن خاصه بالاي بي ام او الايفيدنس بيست ميديسن. فبالتالي الامبريكال هايبوثيسس هي الدراسه القايمه على الدليل او الايفيدنس. يعني ايه؟ يعني انا كمنار كنت قاعده في معمل وبشتغل على فار، اكتشفت ميكانيزم جديد، قمت جاي واخد الميكانيزم اللي انا اكتشفته ده ورحت عملت بيه فرضيه بحثيه وبدات اشتغل بحث تاني جديد. انا كنت شغال في بحث وعملت بحث جديد تاني بعيد عنه كده. الفرضيه الجديده اللي انا طلعت بيها قايمة على ايه؟ على observational او ملاحظة انا لاحظتها خلال اجراء التجربة، فهي قايمة على دليل، فدي فرضية بنسميها empirical hypothesis. على عكس الفرضيات التانية ممكن تكون قايمة على theory موجودة، نظرية بالفعل موجودة، او حتى ممكن تكون فرضية جاية من دماغك، انت بتفترض حاجة مش موجود ليها نظريات علمية بتطبقها، انت بتفترض حاجة جديدة فبتحاول تثبتها. في نوع تاني من النظريات اسمه الاسوشيتد، ونوع تاني اسمه الكوزيشن. الاسوشيشن او الارتباط على عكس السببيه، ودي برضو هتشرح لكم بالتفصيل في الاستاتستيك. الاسوشيشن بنسميه مسمى تاني اسمه الكوريليشن او الارتباط، بمعنى ايه؟ ان احنا عندنا الطول والوزن مرتبطين ببعض ولكن مفيش حد فيهم بيسبب التاني، على عكس الكوزيشن هايبوثيسس الفرضية السببية. احنا عندنا مثلا دراسات اثبتت ان الناس اللي بيجي لها هربس زوستر كومن قوي يحصل لهم ازمة، فبالتالي الهربس زوستر هيكون سبب للازمة، فكده الفرضية بتاعتي فرضية سببية. اكزامبل سهل قوي ليها، الايس كريم والسانبرن، لو الايس كريم والسانبرن بينهم كورليشن، بينهم ارتباط، هل فيهم حد بيسبب التاني؟ انت لو كلت ايس كريم يحصل لك سانبرن؟ لا، مش واحد فيهم بيسبب التاني، ولكن الاثنين الشمس ممكن تسيح الايس كريم والشمس هي اللي بتعمل السانبرن، فبالتالي كده الشمس هي السبب، ولكن ان الايس كريم يسيح، هل لما يسيح هيعمل لي سانبرن؟ لا، بس في بينهم كورليشن ارتباط، الارتباط اللي قايم بينهم ان السبب فيهم واحد الا وهو حراره الشمس. برضو اكزامبل تاني، الصيف والايس كريم، هل الصيف الغرق قصدي والايس كريم، هل الايس كريم بيخلينا نغرق؟ لا، بس الصيف والايس كريم الاثنين مرتبطين بالسمر او البحر، والبحر ده الانسان لما بينزله بيغرق، فبالتالي الغرق هو السبب في ان انت يعني، او الغرق ملوش علاقة بالايس كريم بس له علاقة بالبحر اللي انت بتبقى قاعد بتاكل عليه ايس كريم. تمام، فدي الكوريليشن ودي الكوزيشن، حاجة بتسبب حاجة وحاجات تانية مرتبطة ببعضها لكنها لا تسبب بعضها. تمام، في حد بينفخ؟ ماشي. وانا بتكلم، لو بتكلم بسرعة فقولوا لي اهدي الريت لو بتكلم بسرعة.
طب انتم مستوعبين لحد دلوقتي؟ تمام. نور رفعت ايديها، اتفضلي يا نور. ايه هو انا بس ما كنتش مستوعبه النون دايركشنال هايبوثيسيس. النون دايركشنال، ماشي. النون دايركشنال هي حاجتين او علاقه بين حاجتين مش واخدين اتجاه معين. بمعنى احنا زي ما قلت علاقتنا بالدكاتره، احنا علاقتنا بالدكاتره ممكن تكون حب او كره، احنا بنحبهم او بنكرههم، تمام؟ فدي يعني كده الحب واخد اتجاه والكره واخد اتجاه. فالدكتور ستودنت ريليشن شيب كعلاقه هي مش محدده الدايركشن بتاعها، هي نون دايركشنال، ممكن تاخد اتجاه حب او اتجاه كره. فهي كريليشن حاليا مش واخده اتجاه، لان لها اساس مش المفروض يبقى فيه اتجاه. المفروض ايه؟ ممكن يعني مش المفروض ان احنا نبقى عارفين العلاقه بين دول من البدايه هي ايه؟ يعني هي ممكن تاخد الاتجاه ده او الاتجاه ده على حسب معطيات مختلفه، صح؟ ايوه بالفعل. انت ممكن بعد كده تحب الدكتور او تكرهه، يعني تدخله في الشفوي فتكرهه، فساعتها هتبقى خد الدايركشن. اما هي كريليشن مثلا موجوده دلوقتي مفيش فيها اي حاجه تقدر تحددها هي واخده اتجاه الحب او اتجاه الكور، فهي كريليشن مثلا اكزامبل ليها هي ريليشن نون دايركشنال، غير محدده الاتجاه، تمام؟ على عكس مثلا لو اتنين بيكرشوا على بعض فهم الاتنين واخدين دايركشن ان هم بيحبوا بعض. على عكس لو حسنا جوده التعليم في مصر هيخرج عندنا جيل اكفاء او ناس كفء تعرف تشتغل صح، وهكذا. اما في حاجات كتير بتبقى نون دايركشنال زي البيشنت دكتور ريليشن شيب، برغم ان احنا عندنا في مصر يعني المرضى مش بيطيقوا الدكاتره، بس هي كريليشن برضو غير محدده. انت ممكن تحب الدكتور او تكرهه وتستلطفه وتكمل معاه علاجك او تسيبه، بس هي كريليشن كده وانت رايح لدكتور اول مره نون دايركشنال، مفيش فيها اتجاه. انا مش عارف انا بحبه ولا بكرهه، انا مش محدد اتجاهي فيه. هل كده وضحت ولا لسه فيها لبس؟ ايوه تمام وضحت، ميرسي قوي. لا طب لو حد لحد دلوقتي يا جماعه الكلام اللي انا قلته، لو حد عنده اي سؤال، كان في دكتوره تقريبا خلود رفعت ايديها، فانا ما اعرفش هل لو عندها اي سؤال تتفضل. خلود قالت السؤال بتاعها في الشات عشان المايك بتاعها واقف، ممكن تبص عليه. ايوه الصوت واطي، يعني انا صوتي واطي اعليه يا جماعه؟ مش حاضر اعليه، انا والله بس الهاندي فري باظت امبارح، فانا بس بتكلم من المايك بتاع اللاب يعني، فعشان كده اعذروني لو الصوت واطي شويه. خلود، هل انا لو حطيت الالترناتيف والنال وكنت بسال على الفرديه بتاعه البحث بتاعتي بتكون انهي فيهم ولا حسب الريسيرش بتاعي؟ ده على حسب الريسيرش بتاعك. النول والالترناتيف من الحاجات اللي بيبقى فيها كلام كتير قوي احنا ممكن نقول. بمعنى انت ممكن تفترضي دراسه او فرضيه لحاجه اصلا العلم ما اتكلمش فيها قبل كده، حاجه جديده يعني خالص. زي مثلا انا كنت براجع ورقه بحثيه للدكتور، هو الوحيد اللي ناشر حوالي 11 ورقه بحثيه في التوبيك ده، وسبحان الله هو ناشرهم، بس هو شغال على توبيك جديد جدا وبيركومندو للعلم ان الناس تشتغل عليه، فهو بالتالي طالع بفرضيه جديده كان ليها علاقه بالسيري اكتيف بروتين والانترليوكين 6. فهو مثلا عمل الدراسه دي، فهو دايس على الموضوع وشاف ان في علاقه بين الحاجتين دول وبعضهم ومشاكل تانية هتبقى ليها علاقه بيهم، وبيحاول يثبت ده من خلال دراسات كتير هو عاملها وحوالي 12 13 دراسه. فهو بالتالي هو كده هو واخد الفرضيه من دماغه، تمام؟ فدي alternative hypothesis، وهو لان هو اللي فرضها وهو في نفس الوقت الريزلتس بتاعتها في الاخر بقت significant يعني صحيحه، تمام؟ بينما مثلا ان الهايبوثيسيس نتكلم، لو العلم دلوقتي زي ما قلت بيقول ان الديجيتاليز سيف وامن في العلاج، فاحنا لو جينا ننفذها وطلعنا بالريزلت ان بتاعتنا احنا بنفترض ان الديجيتاليز سيف، فطلعنا لا الديجيتاليز توكسيك، فبالتالي انا فرضيتي اللي هي الالترناتيف ما اتحققتش، تمام؟ فبالتالي النال هايبوثيسيس الفرضيه العكسيه هي اللي اتحققت ونجحت وانا فرضيتي بقت خاطئه، تمام؟ في حاجه اسمها تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور، واظن ان دول هيتشرح لكم في الاستاتستيك لانهم ريليتد اكتر للاستاتستيك، لان الالترناتيف والنال هايبوثيسيس والاسوشيتد والكوسيف هايبوثيسيس دول بيبقوا بنسميهم تاني مصطلح تاني للاستاتستيكال هايبوثيسيس او التست
بيتعمل لهم تستات معينة ببرامج الإحصاء عشان خاطر نختبر صحتهم. فبالتالي أظن إن هم هيكونوا محل شرح أكتر في الاستاتستيك. لو أنتوا عايزين ندف فيهم وفي تفاصيلهم ماشي، بس يعني بلاش أكبر عليكم المواضيع في الأول، لأن هم أكتر مكان صح ليهم هو الاستاتستيك يعني. فيا رب أكون رديت على سؤالك يا خلود، ولو محتاجة حاجة تانية قولي لي وأنا هبص على الشيء. تمام ماشي تمام فهمت، كنت مطبخ ماشي مفيش مشكلة. طيب أنا هحاول إن شاء الله الستادي ديزاين ده هيكون مشروح لكم بكرة، بس أنا هحاول ألم لكم فيه شوية حاجات سريعا كده، لأنها لا علاقة بالريسيرش كويستشن وليه علاقة بالبايكو كراتيريا اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة. فالستادي ديزاين بيتقسم طبقا لكام حاجة ثواني، طبقا للهدف بتاع الدراسة. ممكن الدراسة بتاعتي تكون تداخلية أو دراسة ملاحظية experimental study أو observational study. طبقا للوقت فالدراسة بتاعتي ممكن تكون بتبص على الماضي retrospective study أو بتشتغل في الحاضر snapshot study أو present study أو بتعمل follow up في المستقبل prospective study. وطبقا لنوع الداتا فبتتقسم لبرايمري وسكندري، ودي من أشهر التقسيمات بتاعت الأوراق البحثية. من حيث الهدف فإحنا قلنا إحنا دراستنا البحثية ممكن تكون observational بلاحظ أو بتدخل. لو أنا هتدخل هو أعمل experiment تجربة، فأنا دراستي البحثية بنسميها clinical trial تجربة سريرية. وأظن أن مصطلح تجربة سريرية ده الإعلام دوشنا بيه بسبب لقاح فاكسين اللي هو اللقاح بتاع كورونا يعني، فأكيد هتبقى سمعتوا عن كلمة تجربة سريرية أو الكلينيكال ترايل. التجربة السريرية دي ممكن الناس جواها تتوزع بصورة عشوائية راندوم، أو ممكن يتوزعوا بصورة غير عشوائية نوت راندوم. والتوزيع العشوائي ده كده بيبقى زي الناس اللي بتختار في الحج، لو تسمعوا عن الناس في الحج بيتحط أسامي الناس كلها على جهاز كمبيوتر وجهاز الكمبيوتر هو اللي بيختار، فنفس الأسلوب في الراندمايزيشن بالضبط. أو نوت راندم الناس بتختار بطريقة غير عشوائية. هنا في الدراسات دي أنا بتدخل بحاجة معينة. بمعنى إيه بتدخل؟ بدي البيشنت دراج أو بعمل للبيشنت عملية أو بختبر عليه تيست معين وببدأ أشوف الريزلت. ولكن الأوبزرفيشنال ستدي هي دراسات ملاحظية، ببدأ أعمل فيها ملاحظة بس، بلاحظ هل في حاجة تغيرت ولا مفيش. من أشهر الإجزامبلز على الأوبزرفيشنال ستدي الكوهرت والكيس كنترول والكروس سكشن. الفرق بين الكوهرت والكيس كنترول هحكيه لكم في حدوتة لأنها من الدراسات اللي بتلخبط الناس قوي. هديكوا إجزامبل، أنا كمنار عندي متر ومزنوقة ونزلة أعمل كوباية شاي عشان أطلع أخد ساعتين جد في الرمض. فجأة كده وأنا واقفة في المطبخ لقيت أختي بتخبط على الباب، جاي هي وابنها. فأنا عملت كوباية شاي وطلع بيها حطها في الصالة. ابن أختي عمال يقول لي بتدوق، أقول له هتتلسع، بتدوق هتتلسع يا ابن بتدوق. غفلني وأنا مدياله ظهره ولسعها، ومد إيده عليها يعني ولسعته. فبالتالي هو اتعرض لأكسبوجر معين اللي هو كوباية شاي، حصل أوتكم اللي هو اللسعة. فبالتالي يبقى في أكسبوجر سبب أوتكم اللي هو الأكسبوجر اللي هو كان كوباية الشاي، عملت إيه؟ لسعت له إيده. فدي الكوهرت ستادي. طيب أمه مثلا ما كانتش واخدة بالها اللي هي أختي، وخدت وطلعت بيه على أي أقرب صيدلية تجيب من دكتور صيدلي مرهم ولا حاجة مرطبة أو حتى دكتور. فالدكتور الصيدلي أو الدكتورة اللي هناك اللي هي راحت لها ما تعرفش محمد أو أحمد عمل إيه عشان إيده تتلسع بالشكل ده، فبتحاول تخمن هو تعرض لإيه. فده اللي ما يعرف بيه الكيس كنترول ستادي. الدكتورة رايح لها طفل عنده أكسبوجر معين أو عنده أوتكم أقصد معين اللي هو إيده ملسوعة أو متعورة، وهي بتحاول تخمن إيه السبب، يا ترى مية مثلا ولا ماس كهربي ولا إيه بالظبط اللي عمله كده. فهي دي الكيس كنترول ستادي
ان انا بيبقى معايا اوتكم وبحاول اخمن الاكسبوجر اللي الشخص تعرض له. حاولت اديها لكم بمثال يعني بلدي كده، بس برضو ممكن نديها مثال علمي. لو انا معايا دلوقتي شخص في 21 سنه 21 بيشرب سجاير، فانا بتوقع ان الشخص ده في سنه مثلا 40 يحصل له كانسر في اللنج، فبالتالي الشخص ده بيعمل اكسبوجر بارادته، لان انا مجرد بلاحظ عليه اوبزرفيشنال وهو بيشرب سجاير براحته، مش انا اللي بقوله وبجبره انه يشرب سجاير، وبتوقع انه ممكن يحصل له اوتكم الا وهو كانسر في اللنج. على عكس الكوهرت ستادي، الشخص جالي بعد ال 40 سنه عنده كانسر في اللنج، وانا عمال اتوقع الشخص ده حصل له ايه، اتعرض لعوادم سيارات ولا كان بيشرب سجاير ولا اتعرض لاشعه ولا 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 ايه الاسباب اللي ممكن تكون، او ايه الاكسبوجر اللي ممكن يكون تعرض له في الماضي سبب له الاوتكم اللي هو موجود عليه. فهتلاقوا تحت الكوهرت عباره عن اكسبوجر والسهم رايح ناحيه الاوتكم، بينما الكيس كنترول هي في اوتكم حاصل وانا بحاول اخمن الاكسبوجر. اللي ساعات بنلاقيها في الكتب البريدسبوزنج فاكتور، بتلاقي مثلا حاجه زي الكيراتايتس، الناس اللي بتاخد رمض ويلاقي الكيراتايتس دي ليها بريدسبوزنج فاكتور بالهبل مثلا، تمام. فبنحاول نخمن الاسباب اللي ممكن تساعد حاجه زي المرض ده او الاوتكم ده انه يحصل. على عكسهم الكروس سكشنال احسن دراسه، الاكسبوجر والاوتكم الاثنين في وقت واحد، بتنزل تاخد سناب شوت في المجتمع وتاخد منهم عينه وتشتغل عليهم، ولا من شاف ولا من دري، وبتبقى الاكسبوجر في نفس اللي انت وقت انت بتعرضهم فيه للحاجه هو نفس الوقت اللي انت بتاخد منهم الاوتكم او الريبلاي. ده من حيث الايم. من حيث التايم او من حيث الوقت، فالدراسات ممكن تكون بروسبكتيف، اي البروسبكتيف بمعنى بيحصل فيها فولو اب. الكوهرت ستادي بيحصل فيها فولو اب، بمعنى الشخص اللي كان بيشرب سجاير ده في 2021 انا هعمل له فولو اب ل 2040 سنه 40 عشان خاطر اشوف هل هيحصل له كانسر لنج ولا لا. فبالتالي دي بنسميها بروسبكتيف كوهرت ستادي، بتبص على الفيوتشر. في دراسات تانية اسمها ريتروسبكتيف كوهرت ستادي، بتبقى بص على الماضي. طب ازاي؟ في داتابيزز مشهوره، الداتابيزز دي زي السير داتابيز، داتابيز كده امريكا عاملاها بتحط عليها بيانات المرضى اللي عندهم كانسرز وبتسجلها. هي مش دراسات منشوره، هي مجرد تجميع للداتا، زي مثلا كده ياهو بيبقى عامل كده ياهو فاينانشال وحطت عليه داتا العملاء بتوع جوجل، كذلك مواقع كتير. فانت ممكن تاخد الداتا دي، الداتا دي بتبقى موجوده محطوطه مبهمه مش معروف مين اصحابها، وتاخدها وتشتغل عليها دراسه. فساعتها انت كده بتشتغل على دراسه بيانات تم تجمعها في الماضي ريتروسبكتيف كوهرت، او تروح مستشفى الصحه وتاخد منهم موافقه وتقول يا جماعه انا عايز السجلات بتاعتكم عايز اشتغل بها دراسه ريتروسبكتيف كوهرت، فبالتالي بترجع للسجلات والارشيف وتبدا تجمع منه بيانات وتشتغل دراستك. على عكسهم في الكيس كنترول هي الباست، احنا معانا واحد عنده اوتكم وبنحاول نخمن الاكسبوجر ده تعرض له امتى وتعرض له وايه هو كان الاكسبوجر ده. فبالتالي الاوتكم اللي معايا دلوقتي انا بدور على الاكسبوجر بتاعه كان في الماضي، فبالتالي الكيس كنترول هي دراسه بتبص على الماضي. كروس سكشنال هي سناب شوت ستادي بتبص على الحاضر او البريزنت. اللونجيتودينال هياها الريتروسبكتيف كوهرت، فهي بتبص على المستقبل. الكلينيكال ترايل او التجارب السريريه، فهي دراسات بتبص على المستقبل او بتعمل فولو اب للبيشنت. ده من حيث الوقت. من حيث نوع الداتا، فالدراسات بتتقسم نوعين برايمري وسكندري. برايمري نفس الانواع اللي احنا كنا بنتكلم عنها زي الكلينيكال ترايل وزي البيزك ريسيرش اللي ان شاء الله برضو بكره هيتشرح لكم بالتفصيل يعني ايه، زي الانيمال ستادي وغيرها، والاوبزرفيشنال ستاديز او الابيدرمولوجيكال ستاديز زي الكروس سكشنال والكيس كنترول والكيس ريبورت وغيرهم والكوهرت وغيرهم. ولكن السكندري هو الريفيوز، سواء سيستماتيك ريفيو او ناريتيف ريفيو، سيستماتيك وميتا او سيستماتيك ليتريتشر ريفيو. ده من حيث الاستودي ديزاين. طب ليه احنا شرحنا الاستودي ديزاين؟ عشان نبقى عارفين لما هنفورميليت الريسيرش كويستشن بتاعنا هنختار الريسيرش كويستشن يكون
أنهي study design مناسب لي. Research question له كراتيريا محددة بتعرفه ألا وهي البايكو كراتيريا. البي بترمز للpopulation أو عم الناس اللي أنت مستهدفها في دراستك البحثية. الاي بترمز للintervention وساعات بتكون اي exposure. intervention لو قلنا دراسة experimental يعني أنا هتدخل زي الراندوم كنترول ترايل أو الكلينيكال ترايل، ولكن الإكسبوجر هي دراسات بيكون فيها شخص متعرض لإكسبوجر معين وأنا بحاول أخمن الأوتكم بتاعه. السي بترمز للكنترول أو الكمبارزون الحاجة اللي أنا هقارنها، يعني الانترفينشن في ناس بتبقى في جروب بتاخد انترفينشن دواء معين وجروب تاني ناس ما بتاخدش دواء أو بتاخد ما يعرف بالبلاسيبو، أو ناس مثلا intervention بتاعها عبارة عن عملية والناس التانية عندهم حاجة اسمها shame procedure SHAM. shame procedure دي العملية الوهمية زيها زي البلاسيبو بالظبط، وبيبقى دي مجموعة الكنترول أو الكمبارزون. الأكسبوجر برضو نفس الفكرة، جروب بيبقى متعرض لأكسبوجر معين هينتج عنده outcome أو ممكن ما ينتجش، ويبقى في جروب كنترول ما عندهمش الاكسبوجر ده ولا عندهم الديزيز ده مثلا، ممكن يحصل لهم اوتكم ما او ممكن ما يحصل لهمش. بعد كده الاو بترمز للاوتكم، ايه الحاجه اللي احنا عايزين نقيسها او الحاجه اللي في الاخر هنحصل عليها من الدراسه. والاس بترمز للستدي ديزاين. بالمثال يتضح كل حاجه، فخلينا نبص هنا مثال ان احنا الدراسات بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها البايكو كريتيريا بتاعتها مش شرط كلهم يبقوا ريسيرش كويستشن بتاعهم متكون من البايكو كريتيريا. في دراسات زي الكروس سيكشنال في لها نوعين ديسكريبتيف واناليتيك. النوع الديسكريبتيف بيبقى فيه بي او بس البوبوليشن والاوتكم، والكوالتيتيف دي دراسات اللي هي بتبقى وصفيه زيها زي الليتريتشر ريفيو كده بتبقى بي او بس. ولكن الدراسات التحليلية سواء experimental أو intervention زي random control trial أو random trial بيبقى فيها البايكو كاملة والبايكو بالاي intervention، ولكن الobservational study بيبقى فيها البايكو بالاي exposure. خلينا ناخد example. بيقول لك الadult patient اللي بيخضعوا لعمليات اسمها orthopedic surgery، المرضى دول لو تعالجوا بالأورال أنالجيزيك ترامادول إن كنترول أو إن كومبير ويز سبكتينيوس مورفين هيأدي إلى لو بين سكور وباللص كمان لو أو أقل سايد إفكت زي الفوميتينج كونستيبيشن دروبنس. الدراسة دي طبيعتها تبقى إيه؟ هي كلينيكال ترايل، بمعنى أنا عندي البوبوليشن اللي هو أول عنصر في البايكو كريتيريا، البيشنت اللي هيخضعوا للأورثوبيديك سيرجري، تمام؟ الناس دي هتتعالج انترفينشن بتاعهم أورال أنالجيسيك ترامادول، الترامادول اللي الناس بتاخده مخدرات ده. إن كومبير ويز السبكوتينيوس مورفين، برضو الناس بتاخده، أنا مش عارفة إيه الإكزامبل اللي كله حاجات مخدرات دي، بس ماشي، سبكوتينيوس مورفين، تمام؟ بقارنه بيه، مين فيهم بقى؟ الترامادول ولا المورفين افضل في ان هو يقلل البين عند البيشنت اللي بيخضعوا للعمليات دي ويقلل السايد افكتس كمان، فده الاوتكم اللي انا عايزه اوصل له. طبيعه الدراسه انترفينشن قصاد كنترول تبقى راندوم كنترول ترايل. اكزامبل تاني بيقول لك البيشنت الالدر بيشنت او ادلتس الاكبر من 50 سنه، المينتال ستيميوليشن اكتيفيتي لو خضعوا للمينتال stimulation activity زي ان هم يعملوا كروس وورد بازل، يلعبوا كده البازل بالكلمات، يعني يركبوا الكلمات على بعضها بالبازل. ان كومبير ويز نو اكتيفيتي لو قارنا الناس اللي بتشتغل بتعمل الاكتيفيتي ده او الاكسبوجر ده بناس تانية ما بتعملش اي حاجه جروب كنترول، مين فيهم الاوتكم اللي احنا عايزين نوصل له هيبقى عنده ريديوس للريسك بتاع الديمنيشيا او الالزهايمر. طبيعة الدراسة تبقى cohort study. ليه؟ لأن أنا عندي مجموعة البيشنت بتاعي أو البي بتاع البايكو هو الناس الكبار في السن، عندي exposure اللي هو mental stimulation activity نشاط عقلي نعملهم أنشطة عقلية group exposure قصاده group control ناس مش هتعمل أي activity ونشوف outcome
احنا عايزين نشوف الاوتكم. يبقى احنا معنا اكسبوجر وعايزين نشوف الاوتكم، هل هيحصل ديكريز للريسك بتاع الديمينيشيا اللي هي الالزهايمر ولا مش هيقل الريسك ده. فبالتالي طريقه الدراسه هتبقى كوهرت ستادي، وان شاء الله الستادي ديزاين هنشرح لكم بكره بالتفصيل. نكمل برضو نقطه مهمه، في حاجه اسمها سؤال بتاعك يكون عام وشامل وواسع قوي، او السؤال يكون محدود جدا، والطريقتين غلط في الريسر. بمعنى ما ينفعش اقول الافيكاسي اوف دراجز ان تريتمنت اوف دايابيتس، انا لا حددت نوع الدايابيتس ولا حددت الدرجات، الدرجات اللي استخدمت في علاج الدايابيتس مئات الدرجات. انا هنا حددت حاجه، لا انا ما حددتش حاجه وما بقتش سبيسيفيك على دراج معين، انا هنا واسع الموضوع، برود كويستشن. فسؤال البرود كويستشن ده مش سبيسيفيك، فهو سؤال علمي غلط. مثال لنارو كويستشن بيقولك الافيكاسي بتاعة الميتفورمين، ده نوع من الادوية بيستخدم في علاج الدايابيتس، ان تريتمنت اوف دايابيتس ميليتس تايب 2 ان فيميل الاولدر ستات الكبار اللي اكبر من 50 سنة اللي هم مرضى موجودين في مستشفى بنها الجامعي. شايف كمية الحواجز اللي انت حطتها لنفسك؟ يعني انت مثلا خدت دواء واحد، حتى مفكرتش تاخد دوايين، ماشي بس هنعديها. اتكلمت عن تايب 2 دايابيتس، ماشي مش مشكلة، ولكن حددت الستات الكبار في السن اللي اكبر من 50 سنة اللي موجودين في مستشفى بنها الجامعي. حاول انت كده زنقت نفسك قوي في كراتيريا وفي سؤال بحثي صغير جدا مش قادر تاخد منه فلص. بمعنى انت ممكن تيجي تنزل بنها مستشفى بنها الجامعي ما تلاقيش اصلا فيها ستات اكبر من 50 سنة عندهم تايب 2 دايابيتس بيتعالجوا بالمنفورم، او تلاقي 10 20. هتقدر تعمل تجربة عليهم؟ لا طبعا، السامبل سايز بتاعتك تبقى صغيره، زائد ان في نسبه ان ناس منهم تسيب التجربه وما تكملش، فبالتالي هيتبقى معاك في اخر الدراسه كام، 5 6؟ اكيد مش تنشر ورقه بحثيه فيها 5 أو 6. فلو عايزين نقول سؤال علمي كويس محترم عن فكره زي دي، يبقى انا بقول الافيكاسي بتاعه الميتفورمين في علاج الدايابيتس ميليتس تايب 2 للبيشنت عموما اللي في مستشفى بنها الجامعي، سواء رجاله ستات كبار فوق 50 تحت 50. طبعا احنا عارفين ان تايب 2 دايابيتس بيجي لناس من سن 30 ومن سن 40 سنة، فبالتالي ممكن الاقي ناس في الاعمار دي، فبالتالي يبقى انكلود الناس دي بحيث الاقي عينة كويسة مناسبة. انا ليه بدي اكزامبل بنها الجميع؟ لان بنها الجميع عندنا صغيرة، يعني مش كبيرة قوي برغم ان عليها اقبال شديد، بس هي برضو صغيرة مش مستشفى جامعي كبير. فبالتالي تحاول توسع البيبوليشن بتوعك، الناس بس اللي عندها دايابيتس وخلاص، عشان خاطر دايابيتس تايب 2، عشان خاطر تحاول تلاقي سامبل او عينه مناسبه لدراستك. احاول اديكوا اكزامبل تاني. الاكزامبل سؤال الواسع او العريض، تعليم الانجليزي. السؤال النارو بيقول لك تعليم الانجليزي او دمج الاطفال اليتامى اللي جايين من صربيا لامريكا عشان يتعلموا في النظام الامريكي. انت كده حددت الصرب، وبالتحديد كمان حددت الناس اللي يتامى، يعني انت حتى ما نسبتش الصرب لوحدهم، لأن انت خدت الايتام الصرب والاطفال عشان خاطر تدمجهم في التعليم. فده انت كده بتحاول تدوق على نفسك كده، انت مثلا الصرب اليتامى اللي هتلاقيهم في امريكا واطفال هيبقى نسبتهم قليله جدا، فبالتالي برضو ده هيأثر على سؤالك البحثي وبقيه خطواتك البحثيه. فبالتالي السؤال الصح هو التعليم الانجليزي للمهاجرين لامريكا، تمام، او دمج المهاجرين لامريكا او الاطفال المهاجرين لامريكا في العمليه التعليميه. كده يبقى سؤالك صح وتقدر تختبره وتقدر تشتغل عليه. بلاش تحط نفسك في دايره مغلقه صغيره في الاخر تلاقيها بتخلي سؤالك البحثي يفشل للاسف. في حاجه احب يعني اشير ليها، ممكن برضو تسمعوا عنها، احنا عندنا دراسات بتبقى قايمه على التشخيص، الدياجنوزيس، دياجنوزيس تيست ستاديز، دراسات قايمه على انا عايزه اشخص مرضى كورونا مثلا، عايزه اشخصهم. فالدراسات دي الكراتيريا بتاعتها او البايكو ساعات كده بيسموه يعني حاجه مختلفه، بيسموها BIRTS او بايرتس كراتيريا. البي هي البوبوليشن، الاي الاندكس تيست او التيست اللي انت بتحطه في صوره انترفينشن، الار هو الكنترول تيست او التيست اللي انت هتقارن بيه، التي التارجت كونديشن اللي هي الاوتكم، الاس اللي هي الستادي ديزاين.
هي نفس الكلام بس هم مغيرين، بدل ما نقول بايكو بنقول بايرت، مش يعني اختلاف بس هي نفس كل حاجة. فإكزامبل عليها الإفكاسي بتاعت الـ RT-PCR، الـ RT ده اللي هو Reverse Transcriptase PCR Test on compare with Serology Test اللي هو بيتعمل IgM و IgG في الديتكت بتاع COVID-19 RCT أو Random Control Trial، تجربة بحثية هتجيب ناس تعمل تيست اللي هو الـ PCR، تاخد سواب نيزو وفارينجيال سواب، وناس تانية تاخد عينة من الدم يعمل لهم IgM و IgG ويقارن أنهي فيهم أفضل في الديتكشن بتاع COVID-19. الطيبس بتاعت الريسيرش كويستشن، طبقا ان احنا قعدنا نتكلم كتير عن الستادي ديزاين، وانا اصلا حاطاه مخصوص عشان سلايد زي دي. الستادي ديزاين لازم لما تفكر في سؤال تحاول تختار الطريقه المناسبه الصح اللي انت تنفذ بيها سؤالك البحثي. بمعنى لو انا سؤالي البحثي عايز او الهدف منه ان انا اعالج، فبالتالي انا هدور على intervention، يعني random trial او clinical trial، تجارب سريرية هتدخل فيها، سواء هتدخل بدراج ادي لناس وناس لأ وشوف التأثير في الاخر هيكون عامل ازاي، او ان انا اخضع ناس لعملية جراحية والناس التانية ما تخضعش ليها، او تخضع لعملية جراحية تانية وقارن العمليتين ببعض واشوف مين فيهم اكتر فعالية في التريتمنت وعلاج المرضى دول، او حتى كمان exercise ولايف تشينج ستايل. فكان مثلا من اشهر الدراسات دراسات مثلا بتقارن اللو فات دايت، الدايت اللي احنا اللي هي الحمية الغذائية اللي بقلل فيها كمية الفات اللي انا باكله، وصوت حاجة اسمها الميديتيريان دايت اللي هو بتاع البحر المتوسط. الدايت ده بقارنهم ببعض ونشوف مين فيهم هيحسن البيشنت. انت كده بتخضع البيشنت للدايت، فبالتالي هي intervention study. فبالتالي افضل دراسه لو انت عايز سؤالك البحثي هدفه يدور على علاج او تريتمنت تبقى راندوم كنترول ترايل. طيب لو انت دراستك هدفها البريفنشن منع، انا عايز اشوف افكت بتاع حاجه معينه في ان هي تمنع الموت او معدلات الاصابه او المرض او الوفاه، فبالتالي لما هفكر في ان الحاجه اللي همنع بيها دي يكون انترفنشن، تكون اكسبوجر زي ايه. فبالتالي الدراسه اللي هفكر فيها تكون راندوم كنترول ترايل او كوهارت ستادي، بروسبكتيف كوهارت ستادي. تمام، فانا بفكر مثلا في ان انا ادي دواء معين يمنع انتشار مرض ما، او ان هو او ادي فاكسين يمنع انتشار مرض ما زي COVID-19، او استخدم دواء انه يمنع انتشار مرض ما، او يقلل معدلات الوفاة من مرض ما. تمام، او اعرض المجتمع لحاجة، المجتمع يبقى اكسبوز للحاجة، الحاجة دي تحاول تقلل انتشار الامراض ما بينه. تمام، في الدياجنوزس لو انا عايز اشخص، نفس الفكره احنا كنا بنتكلم عنها من شويه، الدياجنوزس تيست ستادي، دراسه عايز اشخص بيها انا عندي تيست عايز اقارن تيست ببعضها، فهعمل راندوم كنترول ترايل او كوهرت ستادي اقارن التيست ببعضه. طب امتى تكون راندوم وامتى تكون كوهرت؟ ده على حسب الهدف. لو انا مثلا بقيس الافيكاسي زي المره اللي فاتت، فانا كده بشتغل على حاجه اسمها الراندوم كنترول ترايل، بقيس الافكسي بتاع ده قصاد ده. يعني في حاجه اسمها السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي، ودي هتتشرح يعني اظن برضو في الاستاتستيك، والناس اللي هنا في سنه رابعه هتبقى ممكن تكون سمعت عنها في الكوميونتي، فدي كده ساعتها بلجأ للكوهورت ستادز. لو انا عايز اشوف البروجنوزس او اخمن مثلا بيشنت عنده دلوقتي مرض وبخمن المرض ده ممكن يعمل له كومبليكيشن في المستقبل عامله ازاي، يعني اكسبوجر وبحاول اخمن الاوتكم، او بالفعل هو عنده اوتكم وانا بحاول اخمن البريدسبوزنج فاكتور، هو مريض وبحاول اخمن الاسباب اللي ممكن تكون عملت له مشكله زي دي. فبالتالي الدراسات اللي بتدور على البروجنوزس تخمين السبب او تخمين المرض اللي ممكن يحصل هي الكوهرت ستادي والكيس كنترول ستادي. الدراسات اللي بتدور على السبب هي الكوهرت ستادي، يعني السبب بتاع الحاجة ده، يعني احنا دلوقتي عندنا اكسبوجر او يعني حاجة هارمفول افكت، وانا بحاول اخمن السبب السببية بتاعت الحاجة. فاكتر دراسات بتبقى بتاعت السبب هي الكوهرت، وبرضه الكروس سكشنال نفس الفكرة، بيخمنوا للأسباب. تمام، زي ما بالظبط
اعملوا تخمين للاوتكمز اللي ممكن تحصل للبيشنت. اخر حاجه معانا خالص هي ازاي ايفالويت الريسيرش كويستشن بتاعي، اقيمه. هقيمه من حيث ايه؟ من حيث كريتيريا تعرف بالفينر كريتيريا. الفينر دي زي البايكو اختصارات، الاس او الاف اختصار لفيزابل. يعني ايه فيزابل؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل دراسه في مستشفى بنها الجامعي، فهنا انا كطالب هل انا معايا ميزانيه تكفي ان انا اعمل دراسه؟ الكلينيكال ترايلز بتتكلف ملايين، فهل انا معايا ان انا ميزانيه تخليني اشتغل كلينيكال ترايل؟ لا. هل انا عندي خبره مثلا؟ انا مثلا بحب اشتغل دراسات في توبيك معين، بس هل انا اكسبرت قوي ان انا احدد جرعات بتاع الدواء او احدد عمليه جراحيه معينه لبيشنت يخضع عليها؟ لا، انا لسه طالب، فبالتالي ما عنديش كفاءه لحاجه زي كده. او حتى ممكن تكون جراديويتد ولسه ما عندكش الكفاءه لحاجه زي كده. هل عندك ريسورسز؟ يعني انت عندك عياده، مستشفى، فانت لازم تحدد الفيزابيليتي بتاع فكرتك، وعلى اساسها مثلا انا كمنار بريكومند دراسات زي literature review, systematic review, cross sectional، دراسات سهله مش مكلفه، وفي نفس الوقت الطلبه تقدر تشتغلها، على عكس الكوهرت. الريتروسبكتيف كوهرت سهل الطلبه كمان تشتغل، على عكس البروسبكتيف كوهرت والكنترول ترايلز ليه تكلفتهم عاليه ومحتاجين فولو اب وفلوس كتير، فبالتالي الدراسات دي زي دي صعبه. فلازم تختار الستدي ديزاين اللي يكون مناسب لامكانياتك وخبرتك والميزانيه اللي معاك والموارد اللي متاحة حواليك. تاني حاجة، الفكرة بتاعتك لازم تكون interested، فكرة مهمة، مهمة للعلم، مهمة المشكلة العالم بيواجهها دلوقتي. يعني انت لو ما بتعمل دراسة عن COVID-19، كل دراسات COVID-19 بتتقبل وبتتنشر في لا تتعدى شهور عشان خاطر العلم محتاجها، ومحتاج يعرف انت طلعت ايه بدراستك، لان ده ممكن يفيد العلم ويدي في الاول وفي الاخر نتيجة. فلازم يكون موضوع مهم للعلم، موضوعك يكون جديد. يعني ما تروحش تجيب موضوع اتقتل بحثا وتعمله. احنا عيبنا في مصر ان احنا مثلا ممكن نلاقي اقصى حاجه قريناها كانت في 2015 او 2016، بس الحاجه اللي احنا قريناها في 2015-16 وكانت بالنسبه لنا جديده تبقى في 2020 اتعملت واتحرقت حرفيا، فبالتالي ما عادتش فيها جديد يتقال. لازم تفكر في فكرة جديدة. عشان كده بريكومند ليكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب في الجورنالز، فبالتالي هيظهر لكم البيبر البحثية اللي بتتقبل وبتتنشر في الشهر ده في الاسبوع ده، فهيبقوا عندكم علم بالدراسات الجديدة والريكومنديشن او التوصيات الجديدة، فتطلعوا بافكار جديدة. تاني حاجة او الاي ايثيكال اخلاقية، ان شاء الله لو هنشتغل كروس سكشنال ستادي فلازم نبقى عارفين حاجة مهمة قوي، ان احنا عندنا الدراسات بتاعتنا قائمة على التعامل مع الهيومن او البني ادمين. ففي معاهدة كده زي معاهدات الامم المتحدة، معاهدة خاصة باخلاقيات البحث العلمي، بتقول ان الشخص عشان يخضع لتجربة بحثية محتاج موافقتين. اول حاجة اسمها الإيثيكال أبروفل، موافقة من لجنة اسمها لجنة الاخلاقيات في جامعتك او في مستشفى الجامعي اللي انت هتشتغل فيه او مستشفى الصحة او اي مكان هتشتغل فيه، المركز البحثي وغيره. زائد لو انت هتشتغل على هيومن فلازم تاخد informed consent او موافقة من الشخص نفسه انه يشارك معاك في التجربة. فلازم فكرتك تكون قائمة على الإيثيكال، الاخلاقيات بتاع البحث. لو هتشتغل على هيومن لازم تاخد موافقة من المكان اللي الانسان ده موجود فيه. تاني حاجة تاخد موافقة من الشخص نفسه ان هو يشارك معك في الدراسة او لا. اخر حاجة الار relevant او realistic، هل الدراسة دي مناسبة للميديا اللي حواليك، scientific knowledge اللي موجودة حاليا، هل فكرتك فعلا مؤيدة ليها ولا مختلفة عنها؟ زي ما اتكلمنا الديجيتاليز، لو انت عايز تعمل دراسة تقول ان مثلا low dose معينة من الديجيتاليز تكون safe، فهل فكرتك دي هي فكرتك دلوقتي مرفوضة ان الديجيتال السام؟ بس لو انت قدرت تثبتها تبقى انت بتضيف للعلم، فبرضو تبقى فكرتك في نطاق اللي حرفيا على الترابيزة بتاعت العلم حرفيا. يعني في دلوقتي هتلاقي على ترابيزة العلم هوت توبكس زي الكارديولوجي، الديابيتس، الهباتيتس، فدي توبكس تقيلة قوي الناس على طول بتنشر فيها ابحاث.
فلازم تفكر في حاجة من اللي على الطاولة أو اللي على الترابيزة تكون محل نقاش في الساينتيفيك نولج، بحيث لما تيجي تنشرها كورقة بحثية تتقبل وتتنشر. وفي النهاية أحب أشكركم، وده الكونتاكت بتاعي لو حد محتاج يتواصل معايا أو محتاج مني أي ريكومنديشن لأي حاجة، ويا رب ما كنتش تقلت عليكم ويا رب يكونوا استوعبتوا. فلو حد عنده أي سؤال يقدر يتفضل. شكرا لك يا منار، والله بجد شكرا، السيشن كانت جميله قوي. تسلم. العفو. انا عايزه اسمع راي الناس يا جماعه، وعايزه اسمع اسئلتكم. طيب، هو في الاول